بيكم في اول حلقه من حلقات الحريف. الحريف مش انا، الحريف هو انت، انت اللي حريف. ايوه انا ما بعرفش العب جيتار على فكره عشان نبقى متفقين. بقالي سنين كتير جدا بتفرج على فيديوهات، بكلم ناس. الموضوع صعب، الموضوع مش سهل عشان نبقى متفقين. انا حاولت ادور على اسهل طريقه اقدر بيها اطلع بيها نغمه تمشي مع اي ترنيمه، اي لحن، اي اغنيه، خلاص. فانا الحمد لله وصلت لحاجه سهله جدا، حبيت ان انا برضو انقلها للناس. هو مش اختراع، انا ما اخترعتش، ماشي؟ فهو معروف التكنيك بتاع العزف، ولكن انا هخليكم تعزفوا بالصباعين الاثنين دول بس، حوالي 5 كوردات، خلاص. فانا المفروض لاي اغنيه او اي ترنيمه او اي لحن او اي حاجه باللي انا اكتشفته، هو اكتشاف خلاص يعني، مش بس انا هتنبسطوا. هخليكم كده في مدارس الاحد بدل ما تقعدوا تتحايلوا على الناس اللي بتقعد تعزف. ولو سمحت لو فاضي تعالى اعزف عندنا، انا هخليك انت ما بتعرفش تعزف وودنك يعني على يعني مش هقول موسيقيه قوي بس بتحب الميوزك، هخليك تجيب جيتار وخليك تعزف في مدارس الاحد، وهخليك توهم الولاد. الولاد دلوقتي محتاجين قدوه في حاجات كتيره، فمدارس الاحد ساعات ما بيبقاش فيها حد بيعزف. فليه انت ما تجيبش جيتار؟ ليه انت ما يقولوش ايه ده، مين اللي شايل الجيتار هناك ده وانت عارف 3 كوردات بس اساسا؟ فانا هعرفكم 3 كوردات، اوكي، سهلين جدا، وهديكم كده البيزكس بتاعت العزف في الجيتار في الحبه اللي جايين دول. فركزوا معايا كويس جدا، ما تيأس، خلاص. ده 5 جيتار اجيبه مثلا، كل ما اجيب جيتار اقعد عليه شويه ابيعه اكسره، فيعني لا تيأس، خلاص. ركز معايا بس في الكام حاجه اللي هقولهم دول، هتطلع نغمه اللي انا عملته من شويه ده. يعني انت كان ممكن تحس مثلا لا لسه جاي من حفله في الاوبرا مثلا، وانا في الهواء، انا استيكه يعني، انا باللي انا بعمله ده بدخله على اي حاجه بيمشي، هتمشي الدنيا، انت فاهم. وهعمل لكم زي اكزامبلز الفتره الجايه ازاي الكام كورد اللي احنا هنعرفهم، خلاص. انا هديك 5 كوردات بس، احنا هنشتغل ب3 وال5 بصباعين 2 بس. هو طبعا المفروض بقى كل صباعك تشتغل، ولو انتوا فتحتوا فيديوهات للحريفه بقى هتلاقي لا انا ما انت هتلاقينا شغالين في كام حته، هنطلع النغمه اللي احنا عايزينها هتشتغل. بص التسبيحه، الحان التسبيحه، الحان القداس، الحان الاعياد، كل الترانيم بتاعتنا، كل ترانيم بيتر لايف، كل الترانيم. بص يا جدعان الاغاني، انت عيش حياتك بقى خلاص يعني. انت ممكن تشغل حاجات هانز زيمر اساسا وتقعد بقى كانك خلاص بتعزف دلوقتي في الحفلات العالميه. طبعا انا مش كده، لا انا ولا حاجه، بس انت الحريف. البرنامج اسمه الحريف بس انت الحريف، ماشي؟ ركزوا معايا، انا هقول لكم دلوقتي ازاي نقدر نطلع صوت جميل حلو للجيتار. ده العدله الوحيده بتاعته، ولا بيبقى كده ولا بيبقى كده ولا بيبقى ولا اي، هو لازم يبقى واقف كده يعني راسي خلاص على رجل حضرتك كده، وتبقى ماسكه. ودايما هنشتغل في الجزء دوت، احنا ده اللي هنشتغل بيه بايدينا اليمين. الناحيه بتاعت ايدينا الشمال خلاص، احنا معانا الجزء دوت اسمه الفيرست فريت، وده السكند فريت، وده الثيرد فريت. انا هشتغل على الثلاثه دول بس، خلاص. طيب الاوتار عندنا 6 اوتار من تحت لفوق، 1 2 3 4 5 6، خلاص. ده التخين بتاعنا وده الرفيع جدا بتاعنا. طيب لما اجي اقول لك بقى ليه بقول الكلام ده، انا هشتغل بالصباعين دول اللي هو ايه، ايدي الشمال، ادي الاول وادي التاني. ليه بقول الكلام ده؟ ركز معايا لانه سهل، هو ممكن يبان ان انا بكروتك. لا مش بكروتك، انا بقول الحاجه، ما بقولش اي حاجه اساسا، من كل اللي انا قلته هتبقى عادل لي ده كده بالظبط. راسي عندك فيرست فريت، سكند فريت، ثيرد فريت، عندنا 6 اوتار مترقمين من تحت، 1 2 3 4 5 6، عندنا الصباعين الاول والتاني، عشان لما اجي اقول لك انا في السكند فريت في الوتر نمره 5 تبقى فاهم احنا فين، خلاص. وده اللي احنا هنعمله دلوقتي. اول كورد معانا اسمه الاي ماينور، حزين، كورد حزين كده، تمام. الصباعين بتوعنا هم خلاص، ده وده. الصباع الاولاني هيبقى محطوط فين؟ في السكند فريت، ركز معايا، في الوتر نمره 5 5. وخلي بالك انا دايما بدوس في النص، مش بدوس على الجزء الميتال ده، الجزء الميتال ده مش هيطلع صوت حلو، لازم تبقى كاتم الواير من النص، خلاص. فانا دلوقتي ادي اول حاجه الاي ماينور، ده عباره عن ايه؟ ده كورد مهم قوي، هنحطه في الوتر الخامس خلاص، في السكند فريت. والصباع الثاني هنحطه تحتيه خلاص. بصوا
في الوتر الرابع. فانا كده لما اجي هننزل دلوقتي من هنا، بص اعمل ورايا كده، هي دي الاي ماينور، عملتها تبقى انت حريف. ادي اول واحده، يبقى ده اول كورد. خلي بالك انا هركز في الكوردات اللي بالصباعين دول، هنقل بيهم، انا مش هقعد اتنطط، مش هقعد اعمل كده خلاص، لا انا وانا هنا مثبت. قلنا الصباع الاولاني في الفيفث سترينج، والصباع الثاني في ال ها في الفورس تحتيه على طول. عايز اقول لكم ان ده اللي هو الصباع الكبير بتاعنا دوت، خلاص لازم مسكتك ما تبقاش كاتم، ما تبقاش كده. الصباع ده بصوا من ورا، انا حاطه كده موقفه دايس من هنا وموقفه، بحيث ان ايدي تبقى مريحه من تحت لفوق، فاهمين قصدي؟ في فراغ هنا، في فراغ، بصوا الفراغ ده، انا عايز الفراغ ده يبقى موجود، ما تخليش ايديك كاتمه عشان الصوت ما يطلعش مكتوب. الدنيا جميله خلاص، انا شايف الموضوع بسيط، ما فيهوش حاجات، ما قلتش حاجه اساسا لحد دلوقتي. يعني كل اللي قلته ادي الاي ماينور، اتفقنا ان الصباع الاولاني هيبقى في السكند فريت في الفيفث سترينج، والصباع الثاني هيبقى في السكند برضو في الفورس، والصوت بتاعه ثابت، هتلاقيه ثابت دلوقتي. بص انت حريف، خش على اللي بعديه. الكورد اللي بعديه بقى، الكورد اللي بعديه سهل قوي. بصوا انا صباعي هسيب الصباع الثاني، هنقل الاولاني لل فيرست فريت، بس هحطه في السكند سترينج تحت خلاص، وده اسمه كورد السي اهو. هرجع الاي ماينور، بص هطلع الصباع الاولاني على الفيفث سترينج كده، انا جبت النوتين اهو. خلي بالك بقى ايه، انا وانا بلعب ايدك اليمين دي بتسرع، بتبطئ، بتطلع وتنزل، بتنزل بس براحتك، انت هتيجي دي مع التعود. انا بديك الكوردات السهل، اي ماينور سي. الجي فين؟ الصباع السكند هطلعه في الثيرد فريت في السكس سترينج فوق خالص، خلاص يبقى انا هنقل ده لفوق. بص بقى انا كده لسه في الاي ماينور، فوق ده الجي، هرجع اي ماينور، هنزل على السي. خدت بالك انت هتتعلم جيتار دلوقتي، خلصانه ما فيهاش، مش هنقعد نتكلم كتير، انا قربت اخلص اساسا. انا كده اديتك ثلاث كوردات، في كورد اسمه اي 7، الاي 7 من الاي ماينور، هتنزل الصباع الثاني دوت على الوتر اللي تحتيه اللي هو يعتبر الثالث سترينج. بص عامل ازاي، بص عشان تفهم الفرق بين الاي 7 ده اسمه اي 7 والاي ماينور اعلى سنه، اي 7 اي ماينور، بحرك الصباع الثاني بص من الرابع للثالث. طيب الدي بقى، الدي هنسيب السكند الصباع الثاني دوت في الثيرد سترينج اللي هو في السكند فريت، وهنحط بقى صباعنا اللي هو الثالث ده في الثيرد فريت في السكند سترينج. سهله يعني، انا كل اللي انا عملته ان انا شلت الفيرست وحطيت صباعي الثالث في الثيرد فريت في السكند سترينج، بقت ايدي بالمنظر ده، صباعين برضو. بيني وبينكو انا ما بحبش الكورد ده، بس ده اسمه الدي، اعرفوا اهو الصباعين برضو بيشتغلوا معاك. بس انا بقى عشان نخلص، فانا كده معايا الصباع الاولاني والتاني اهم اهم. بص بقى ده اي ماينور، هننقل على السي، ارجع على الاي ماينور، اديني واحدة جي، ارجع اي ماينور، انزل اي 7. انت حريف بجد، يعني مش عارف اقول لكم ايه، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. جرب كده كذا مره واتفرج على الحلقات الجايه، هديكوا كده زي ما بيقولوا اكزامبل لحن دلوقتي، والفتره الجايه هنزل لكم بقى حاجات كتير قوي بقى، الحان بقى وترانيم وحاجات، بحيث انت كمان تتدرب معايا وفهمت الدنيا، وهتلاقيني وانا بقول الكوردات عشان تبقى انت فاهم. نقول مثلا الجلس فوق الشاروبين، الجلس فوق الشاروبين اليوم ظهر في أورشليم،
انا مش حريف، انا صدقوني ده مش بعتبره عزف يعني، بس على الاقل احسن ما تبقى نفسك في حاجه ومش عارف تعملها. انت قاعد في مدرسه الاحد، نفسك تعمل حاجه للمخدومين، ونفسك تجيب لهم حد يعزف، ونفسك تجيب ونفسك تجيب، ومحدش بيجي من اللي انت بتكلمهم، وفي الاخر الولاد بنقول اللحن والترنيمه من غير ما يبقى فيه. فده زي ما بيقولوا ايه، احلى الوحشين، فاهمين قصدي؟ يعني انت هات وطور من نفسك، انا اديتك الطلعه، حطيتك على التراك، وانت انطلق. عايز بقى تحسن من نفسك، عايز انت هتبقى اشطر مني 100 مره يعني. انا مش بس انا عايز اقول لك ان هتعرف تعزف، هتعرف تقدم حاجه للاولاد حلوه، بدل ما مدارس الاحد تبقى من غير ميوزك. انت عم دخلت بجيتار، فالعيال هتتسرع تقول ايه ده، اتعلم امتى وعمل ايه؟ هما انت بس مشي معايا كده، واحد اتنين تلاته، هتبقى حريف. تمام، مش انا اللي حريف. احنا خدنا لحن، ممكن نقول ترنيمه برضه عشان اوريكم قد ايه الثلاث كوردات تقدر تعمل بيهم ترانيم كتيره جدا. ممكن نقول مثلا ايه، تابعوا معايا الفترة الجاية، ترانيم كتير هنزلها، ألحان كتير هنزلها، كلها بثلاث كوردات، اي ماينور والسي والجي، خلصنا. تمام، طولت عليكم، يلا.